الحمد لله الذي علا وقهر وعز واقتدر، هو القيوم قام بخلائقه ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي بذاته وقدره وقهره على من قهر. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على نبيه محمد النبي الأمي القائل: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وجاء في الأثر عن عطاء في تفسير قوله تعالى: لها سبعة أبواب، قال: أشد تلك الأبواب غما وحرا وكربا، وأنتنها ريحا للزناة الذين ركبوا الزنا بعد العلم. وقال مكحول: يجد أهل النار رائحة منتنة فيقولون: ما وجدنا أنتن من هذه الرائحة، فيقال لهم: هذه ريح فروج الزنا. وقال ابن زيد بن أسلم: إنه ليؤذي أهل النار ريح فروج الزنا. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حاكيا عن ليلة الإسراء، قال: فانطلقنا، أي مع جبريل وميكائيل، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراة، فإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا من شدة حره. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني، يعني من الرجال والنساء، فهذا عذابهم إلى يوم القيامة. اللهم يا قادر يا مقتدر، يا قوي يا عزيز، يا منتقم يا جبار، يا قاهر القياصرة، يا قاصم القياصرة، يا كاسر الأكاسرة، اللهم اصعق كل عاشق من الجان في الجسد، اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة، اللهم اقتل كل عاشق وعاشقة، وزان وزانية، ومتمسك وساكن بالعورات. اللهم اجعل الأجساد عليه نارا، اللهم اجعل الأجساد عليه نارا، اللهم لا تجعل له في جسد مؤمن ولا مؤمنة مكانا ولا قرارا. اللهم احرق وجهه وعورته، اللهم احرق وجوههم وعوراتهم، اللهم اعمهم وخذ أبصارهم فلا يرهم، وخذ أسماعهم فلا يسمعون أصواتهم، اللهم خذ عقولهم وشل تفكيرهم فيما أرادوا وقرروا وفكروا. اللهم إنك حرمت الزنا، اللهم إنك حرمت الزنا وتوعدت الزناة في الدنيا والآخرة، اللهم فاحفظنا من كل زان وزانية، من كل زان وزانية، اللهم فاحفظها بما حفظت به سارة من الجبار، اللهم احفظه بما حفظت به عبدك يوسف عليه السلام، اللهم احفظها بما حفظت به أمهات المؤمنين بليل أو نهار. اللهم اصرع الزناة كلما دنوا واقتربوا، اللهم اصرعهم كلما دنوا واقتربوا، اللهم اصعق واصرع من جاء في غفلة أو نوم أو دورة، اللهم اجعل لهم حافظا من عندك، اللهم اجعل لنا حافظا من عندك، اللهم اجعل لنا حافظا من أذى العاشق الزاني، اللهم اجعل لنا حافظا من عندك من أذى العاشقين والزناة، اللهم اقطع شهوتهم، اللهم اقطع شهوتهم، اللهم اذهب عقولهم، اللهم اذهب عقولهم، اللهم ابتلهم بالآفات والعاهات والأمراض المستعصية، اللهم شل حركتهم كلها، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم اقطع أنفاسهم، اللهم إنك وإن أقدرتهم فلا تمكنهم منا، اللهم اسلبهم قوتهم كلها، اللهم اربطهم عن كل مسلم ومسلمة، اللهم سلط عليهم من ملائكتك وجندك من يقيم عليهم حد الجلد أو الرجم. أنت الذي قلت: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
اللهم فسلِّق عليهم من يجلدوهم، اللهم سلِّق عليهم من يقتلوهم ويذبحوهم، اللهم سلِّق عليهم من يسومهم سوء العذاب والجلد ليلاً ونهاراً. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها واسمك الأعظم وبكل اسم هو لك وبكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك أن تأخذ هذا الخبيث والخبيثة أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا قهار، اللهم يا جبار، اللهم يا قهار يا جبار يا منتقم، انتقم لعبيدك وإمائك منهم. اللهم ابطل سحرهم الذي يتمكنون به من الزنا ويقدرون به على الأذى. اللهم دمر حصونهم التي يتحصنون بها في الأجساد. اللهم احرقهم أينما تنقلوا واختبأوا وتركزوا في الأجساد. اللهم احرق من تركز في الأرحام، اللهم احرق من تركز في العورات، اللهم احرق من تركز في الأرحام والمبايض، اللهم احرق من تركز في الرأس والعقل، اللهم احرق من تركز في الوجه والعيون والصدور والظهور والأعصاب والعظام والعروق والشرايين والأوردة. اللهم دافع عنا، اللهم دافع عن عبيدك وإمائك، فنعم المولى أنت ونعم النصير. أنت الذي قلت وقولك الحق إن الله يدافع عن الذين آمنوا. اللهم فسلسلهم عنهم، اللهم فسلسلهم عن عبادك وإمائك، واحرقهم بشهاب كلما دنوا واقتربوا، إنك سميع الدعاء. اللهم كرههم فيهم كما كرهتهم فيهم، اللهم اقطع شهوتهم ولا تتم لهم عملهم، اللهم اقذف في قلوبهم الرعب كلما نووا وأرادوا، اللهم اهلك كل جبار عنيد. ربنا وتقبل دعاء، ربنا إنا مغلوبون فانصرنا، رب إني مغلوب فانتصر. اللهم حل بينهم وبين ما يشتهون، اللهم حل بينهم وبين ما يريدون، اللهم اجعل بينهم وبين عبادك وإمائك حاجزا وحجابا وسورا من نار. اللهم إنا نسألك بالذكر الذي نذكرك به وبكل عمل صالح تقبلته منا أن تمدنا بمسلحة من ملائكتك وشرطة من ملائكتك يذبون ويدافعون عنا فلا يستطيعون إلينا سبيلا. اللهم لا راد لقضائك ولا راد لفضلك، نسألك من فضلك يا ذا الفضل والمن والعطاء أن تحفظنا بما حفظت به السماوات والأرض من شر كل عاشق، من شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير. اللهم احفظنا بما حفظت به الأنبياء والأولياء وأمهات المؤمنين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أليس الله بكاف عبده؟ اللهم فاكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إنا مضطرون إليك، ولا ملجأ لنا ولا رب لنا سواك يحمينا وينجينا. اللهم يا قريب يا مجيب، يا ناصر المظلوم وإن كان كافرا، انصرنا فإنا نوحدك ونمجدك ونركع ونسجد لك ونقوم بأمرك ما استطعنا. اللهم فلا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين. اللهم ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم ما خاب من دعاك وأنت القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنت القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. دعوناك كما أمرتنا فاستجب منا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا من كل خبيث وخبيثة.